حلم الهجرة إلى أوروبا انتهى بثلاثة من أبناء قريتي، أولاد حمامة وأولاد شتوي بإقليم قلعة سرغنة، إلى الموت. نبيل شاب يبلغ من العمر 21 عاما، اتخذ بدوره طريقه في البحر قبل 5 أيام في رحلة كان يأمل ومعه 56 مهاجرا سريا أن تنتهي بهم في الأراضي الأوروبية. مشينا نهار الخميس في الصباح، صباح الجمعة، لا هادي تاع الربعية، يركبوا الدراري 56 واحد، ركبنا حنا نمشيو للبحر في عين حرود، صافي ضرباتنا الموجة الأولى، شتات لين البداية تاع ليسانس، جات واحد الموجة وهي تقلب، مني قلباتها صافي أنا شت دراري كلشي مليوح في البحر. بلادهم تيغوت، انا بقاو نافعني واحد الساك فيه واحد جوج قراعي هما اللي بقاو نافعين، بقيت تنضارب تخرجت. كيجيو الناس من هنا كيجيو يشوفوا داك الحديد يصعبوا روسهم وما ما عرفش شنو كاين، كاين اللي عقوله لاقيها قاع تما كيما كيجيو لهم الحديد، الدراري هالشباب كيصعبوا روسهم ما عرفش شنو كاين تما، كيقولوا تما مساكن نمشيو نجيبوا الحديد نردوا والدينا مزيان نردوا هذه، ومساكن الشتاء هما اللي زيد راسهم الخطر. دفنت قرى إقليم قلعة سرغنة 7 من أبنائها ليلة الأحد الماضي. يجازف الكثير من الشبان في هذه المنطقة بحياتهم من أجل حياة أفضل كما يتصورون. ما قال جاب باغي نسلم الحراره ولا كون غالي ما نخليش يمشي نطيع ليه في تماك في الدار نشدو ولا ما غشموهم مالك الظلام بالله الحراره قال غشموهم دو قبيله دفنوها في البحر وجاو راه غشموا صحيبها القبيله خرجوا عليها. تجسر الأمهات هنا آلام فقدان أبنائهن في صمت، ينتظر الجميع وصول جثامين شابين آخرين هذه الليلة.